أول حاجة الكلام ده ما صح. أبو بكر البغدادي ما بيقول الزول اللي ما باع يعني مشرك. نعم. بيقول الزول ما باع يعني باغي. لا موجودة. باغي برا. موجودة. بيقول باغي ما بيقول مشرك. بيقول باغي. والنتيجة واحدة إنه بيقتلوا يعني. إذا مشرك بيقتلوا وإذا باغي بيقتلوا. وفي كليهما هو باطل كلامه. نعم. في كليهما يعني بس للإنصاف يعني. هو ما بيقول الزول ما باع يعني مشرك. بيقول ما باع يعني ده زول باغي من البغاة لأنه يجب أن يبايع يعني أنا أمير المؤمنين يعني. أولاً هو ما أمير المؤمنين. والما يبيع ما باغي وليس كل من يختلف معه في ما تختلف معه في طريقة الانضمام تختلف معه على الأشخاص اللي بينضموا للدولة الإسلامية من غير أي فكر. الدين الإسلامي لما جاء جاب الرضا وتمام الرضا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان بيجبر زول على دخول الإسلام، لكن أنت لما تستهدف شخص ما عنده أدنى فكرة، ما عنده أي مقومات للمقاومة الفكرية من الغزو الفكري اللي أنت بتوجهه له، طريقة الانضمام بتكون ضعيفة جدا. أنت بتستهدف جزء بترى فيه الضعف الكامل في أنه هو قادر تماما ينضم لك دون أي فكرة. ما اختلفت معه في النقطة دي؟ طيب أول حاجة في تصحيح قاعد يتم للظاهرة دي. أول حاجة أي محاولة لتحليل الظاهرة لتحليل سايكولوجي ده كلام خاطئ. الناس دي ما مشوا لأنهم هم فاقد تربوي ولا مشوا لانهم هم في حاله من التفكك الاسري ولا كده. ما الفكره؟ مرحبا مرحبا مرحبا. نازل عندهم نازل عندهم قراءات يا مش كده. ما حد بدنا نعالج الظاهره. ما في واقع كده. ما حد بدنا نعالج يعني الناس اللي جو راجعين. الناس اللي جو راجعين حكوا قصصهم بتمام الشفافيه. مرحبا. انه دائما بتحس انه في قصور كامل في طريقه التفكير. كيف معارفهم؟ مرحبا. الطلاب المشوا اغلبهم عين عين في نقطة مهمة جدا. اغلبهم عشان نناقش القصه بعمق. دكتور دكتور معلش انا عايز اوضح حاجه. إذا كان الحديث عن أن هذه الأفكار المتشددة أو المتطرفة ما ينضوون لها غالبا إما يعانون من إشكالات اقتصادية أو غيره أو غيره، هؤلاء الذين ذهبوا لينضموا إلى داعش من شباب معليش ما أنا بقول لك بعدين قول لي ما صح أثرياء إما أغلب أيوة أو أبناء كانوا عايشين برا وكذا جو لقيت أنت المناخ فيهم روسين ودي أدمغتهم فاضية شوية. انت قدرت بمحاضراتك اللي كنت بتعملها زي الشباب بتاع شارع النيل اللي قعدت تتكلم ليهم عن تفند لهم الكتاب والحقائق اللي فيه ده 55 حقيقة بفهم التنظيم برضو نفس الشيء. وقال انه محمد علي جزولي دخل في الشباب ديل وبدأ يقنعهم بالفكر بتاع تنظيم الدولة الإسلامية وطلعوا المرتين. انا ما اعتقلت ابدا لعلاقة داعش. انا اعتقلت لموقفي المناهض من تدخلات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. طيب اذا الموضوع ما عنده علاقة. شيخ مساعد ده يمكن لانه طلع بيان قال انا بايعته. انت متخيل شنو لدولة عظمى بتعمل في الشرق الأوسط لمصالحها؟ طبيعي تكون دي طريقة تفكيرها. انت ما مفروض تحارب دولة اوريدي الأجندة بتاعتها معروفة. انت مفروض تحارب الداخل اللي بتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني انت بدل تبقى على الشيطان الأكبر شوف الشياطين الصغيرة اللي هي بتكون كبري للشيطان الأكبر اللي قاعد يكون جوا بلادنا. لأنه ما يحدث طيب سؤال كويس يعني. الجوة هنا اللي قاعد يتحالف مع أمريكا ده زي منه؟ كتار جدا. زي منه؟ كتار جدا. زي منه معروفون يعني. رجال أعمال فيهم البنك الدولي مؤسساته الناس الموظفين اللي بيشتغلوا لا معليش قاعدين يشتغلوا فيها سودانيين يا دكتور. حتى الدول حتى يعني حتى انت بتتكلم عن المملكه العربيه السعوديه والامارات الناس الجوا ديل اسمهم جراء. انا بتكلم مع الكلبه ما مع جراء. الجوا ديل جراء والكلبه دي الجراء ديل هو معليش ما يحققوا المصالح بالراحه بالراحه استاذ ميلاد البره دي الجوه دي الجراء انا مع الكلبه ما مع الجراء لانه هذه الكلبه ولود. هذه الكلبه ولود اول ما الجرو واكبر دليل واكبر واكبر دليل انها هي ولود لما الثوره المصريه اسقط الجرو قامت جابت جرو ثاني انقلب على الثوره المصريه. السؤال يا دكتور لما الثوره اللي هي تسقط جرو ثاني بتجيب جرو يقتل الثوره. انت اعتقلت الفاظ كده يعني هسه انت زول متدين وزول اسلامي تتحدث شخص خلق ربنا تقول جراء كما اتهمت من قبل الصحفيه بالزندقه والزندقه كف ولا يعني هنا ما في اختلاف بينك وبين ابو بكر البغدادي في انك تكفر الناس وتقول مشركين زي ما جيت عبر تيار الامه الواحده تتكلم عن انه برضه القاء او انهاء الحكام العرب انهاء وجود لانهم متواطئين مع اسرائيل. قبل ذلك الفرق بينك وبين دقيقه يا ساره الفرق شنو بينك وبين ابو بكر البغدادي؟ نمسك واحده واحده. طيب كلمة جرو دي معناته انا زول ما حقه اقول انا رجل دين مش؟ نعم. طيب الله قال كالحمار يحمل اسفاره في القران. لاك الله اصبر لي الله سبحانه وتعالى الله في القران قال كالحمار يحمل اسفاره والله قال مثله كمثل الكلب
ان تحمل علي انا ثم تتركي لها. نعم الله يقول لك بالراحه بالراحه بالراحه، ما عندها علاقه دي التشبيهات دي، دي لغه عربيه ما عندها علاقه بدين الزول واخلاقه. استهزاء، عشان بيبقى عنده كلب، عشان بيبقى عنده قط، عشان بيبقى عنده فار، لا 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 تشبيهات. طيب هذا لا يجوز. درغم 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 ملك الكلام بتاعي. درغم واحد درغم واحد. رغم اثنين انا اناقشك في قصه ابو بكر. ايوه الصحفيه ولا انا؟ لا في موضوع الصحفيه اناقشك ولا انا؟ جايين جايين موضوع الصحفيه اناقشك. طيب كونه انا اقول انا ضد انه ابو بكر البغدادي يكفر الانسان المتاول، المتاول عنده دليل وعنده شبهه وكذا، هذا لا يعني انا ضد انه يكفر من يكفر. مثال عندنا في السودان واحده اسمها ابرار عبد الهادي. ابرار عبد الهادي دي مش اتزوجت لها واحد نصراني واتنصرت ذاتها ارتدت بقت نصرانيه. دي ما انا اقول بقت مرتده؟ لا لكن يمكن بالراحه بالراحه عبر الحوار. دي حاجه معروفه الحوار ده الطريقه شنو؟ نعالج الموضوع كده. ده برنامج ثاني. لكن حاسه اسمها مرتده ولا ما اسمها؟ اي مرتده. انت كفرتها تكفيريه؟ لا ما تكفير. انت داعشيه؟ هنا ما تكفير. انت داعشيه وتكفيريه؟ لا لا هنا ما تكفير. الارتداد يختلف. الارتداد يختلف لانك هنا انت عندك مساحه. الرسول صلى الله عليه وسلم اداك مساحه انه انت تحاور الاخر. الرسول كان يتعامل معاك كيف؟ لا 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 برنامج ثاني. بس طوالي هنا كفرت. برنامج ثاني. انت تتحدث عن الرسول كده انا اتحدث عن حديثك عن الزندقه. الحكام العرب المتعصبين مشركين. استاذ لا 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 انا بسالك انا بسالك ليه انت ما تلف لي؟ استاذ لبنى انا بسالك انا ما زول الدين. انت زول متفقه. ابرار عبد الهادي تقول انك متفقه؟ ابرار عبد الهادي مرتده ولا تقول انك متفقه؟ دار فيها كلام كثير جدا ابرار. لا انت الان قلت لي مرتده. لا لا ما بكلامك انت، لكن دار حديث كبير جدا. كمان دار كلام بقت نصرانيه. يلا انا ما تكلمت عن ابرار. قالت انا كفرت الاسلام. الصحفيه التي اتهمت بالزندقه. من شاء فليكفر. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكم دينكم ولي دين. دي ما شغلتك انك انت تقول ده زنديق ولا كده. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. معلش معلش في مساحه بتاعت فكر وبتاعت دين. دي دكتور محمد علي من الذي اعطاك مساحه ان تكفر الاخر وان تكون انت حكيم هذه الامه بافكارك وان كل من لا يتجه اتجاهكم يكون مشرك او يكون زنديق او يكون خارج؟ من الذي اعطاك هذه المساحه؟ طيب معي اول حاجه سيرمنا انا للاسف شيء اقول لك انت لا تعرف دكتور الجزولي وما حضرت الجلسه دي كويس. ورينا دكتور الجزولي. ما حضرت اي حاجه. نعم ورينا دكتور الجزولي. طيب نعرفه. طيب انا عندي كتاب مقدم لي الامام الصادق المهدي ومقدم لي الدكتور غازي صلاح الدين. انت قلت درست الفقه الوحده. كلامتي ملك كلامي. انت قلت درست الوحده عشان اوريك يعني. لا لا اصبر لي دقيقه عشان اوريك انت ما حضرت كويس. لا معلش معلش عشان اوريك انت ما حضرت كويس. انت قلت دكتور الجزولي. انت قلت ملك كلامي مره. دكتور الجزولي انت قلت شو؟ انت ملك كلامي. قلت انك انت لم تدرس الفقه. دي دخل السؤال بالموضوع ده. ما عندها دخل. لا لا دخل. بالراحه بالراحه. انا عندي كتاب عشان اوريك انت موضوع التكفير. حسب انت بتكفر الناس اللي خالفوك. انت تتكلم عن مين؟ انا ما عارف. تتكلم عن زول في زول في زول معانا بالحلقه ده ما شايفه. لا لا انت براحة براحة. ما قلت زنديق الصحفيه. انا عندي كتاب اسمه عمليه جراحيه للعقل المسلم بلا تخدير. قلت آفة تاريخنا الاسلامي تاءات اربعه: تاء التكفير وتاء التخوين وتاء التغلب وتاء التعصب. وقلت أن التاءات الأربعة دي التي بسببها امتلأت صفحات تاريخنا بالدماء يجب أن نواجه بتاءات أربعة تانية: تاء التأويل والإعذار به للمخالفين والشهادة لهم بالأجر، وتاء التجرد والتسليم للنصوص في مواجهة التعصب، وتاء التشاور لمواجهة الإنقلابيين والتغلب. تاء متعصب. أصبري. وتاء التثبت لمواجهة التخوين. يجب لما تحاوريني أمشي أقرأ كتبي دي بعد تعال حاوريني. انا بسالك يعني بسألك. كلام انت قلت كلام. ما اتهمت صحفيه بالزندقه من قبل؟ لا انا بسالك ليه. اجاوب خليني اجاوب. نعم. طيب. نعم يا اخواننا ان نقول لا للتكفير ويجب ان نعذر المتاولين، هذا لا يعني انه ما ممكن زول يكفر نكفره. في المتاولين يعني شنو؟ انا عايز اسال. بالراحه المتاولين الزندقه يعني شنو؟ براحه الزندقه. اوكي المتاولين يعني شنو؟ انا بسال ولا الزندقه؟ حجاوب لك الزندقه. المتاولين يعني شنو؟ المتاول الذي ها يعني زول مشى اجتهد عشان يصل لحكم من احكام الله عز وجل. نعم. وقام اخطا في الحكم ده ومارس كفر، عمل كفر. ده انا بقول عنده اجر. ومش عمل كفر انا بقول عنده اجر. لانه اذا اجتهد فاصاب فله اجر، واذا اجتهد فاخطا فله اجر. الرسول سمى مخطئ ومع ذلك شهد له بالاجر. طيب. لكن لما يقوم زول يمشي محكمه هو براءه. يمشي المحكمه. يقول يا اخواننا انا داير اغير صفه الديانه، محل الديانه داير اغيرها. داير اكتب هنا لا ديني.
نقوم نقول لا ما تكفروه، دواكم تكفروا، كان كفرتوا انتوا دواعش انتوا كيف قلتوا تكفر؟ هو زول قال لك انا كافر، زول قال لك انا كافر، زول قال لك انا لست مسلما. طيب مشكلتك شنو؟ براح براح براح، مشكلة ما في مشكلتك حسابي، نحن في انه كونه نحن قلنا لا للتكفير مش معناته حتى الزول قال انا كافر ما انا كفره. الزول قال انا كافر، قال انا خليت الاسلام ده بقيت نصراني، قال انا خليت دينكم ده بقيت بوذي، ده اسمه كافر، اسمه كفر بالاسلام. بعد كده يتعاملوا معك كيف بالحوار، يناقشوه، يقدموا له محكمه، ده برنامج ثاني. فالدار اقول دي نقطه مهمه جدا يجب ان نفهمها الان. تكفير الانسان اللي كفر، اللي اعلن عن نفسه انه كفر، ليس الدعشنه. دي بتتكلم عن مين انت؟ ليس الدعشنه، دي ما فيها جدل، دي يعني الدعشنه، دي ما فيها جدل، وانما التكفير الخاطئ او السلوك الخاطئ في قضايا التكفير. سالت عن كلمه زندقه جات من وين؟ قول لي الحته اللي انت بيها هي قالت كلام زندقة معين. زندقه، زندقه دي كلمه فارسيه بتمنع حتى اهدار الدم. اتي ملك، ما هي نوع من الشرك. اتي ملك، كلمه زندقه كلمه فارسيه تعني منافق. لا لا يعني زوليز. لا لا معلش، بالراحه بالراحه، جزء منها الشرك. بشار بن قيرت مش كان زنديق؟ زنديق عشان يعني منافق، كلمه زنديق دي بديل لمنافق. لا لا كان يعني لما قال القصيده بتاعت ابليس ايه وشبهه انه هو ابليس من نار احسن من ابن ادم من طين، دي كانت شنو؟ يعني ما في مشكله. لا 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 زنديق دي يعني انت يعني انت ما قاصد بها كان الشرك او الكفر او الخروج او ان يهدر دمها، كنت قاصد بها فقط انها منافقه. نعم اجيك في الصحفيه بوضوح، ليش نعمل كلام؟ انا بطل انا في الزندقه. لا لا اجيك في الصحفيه بوضوح. نعم اجيك في الصحفيه بوضوح. الصحفيه دي كفرت بالله العظيم، اسمعني كلام حسب اقول لك كلام. الصحفيه اللي قول الجمله اللي انت بتقول ملك الكلام. الصحفيه اللي كتبت في الجرايد قالت ان الذين يقيمون الصلاه، ان الذين يقيمون الصلاه يعني ابوها وامها وجدها وحبوبتها، قالت لا يستطيعون إقامة دولة عصرية ولا حجرية. ما قالت الحركة الإسلامية. لو قالت الحركة الإسلامية ما في مشكلة، هنا ما في ترميم. لو قالت القاعدة ما في مشكلة كده كفرت. لو قالت كفرت لأن استهزأت بالصلاة. ما قالت داعش، لو تستهزأ بداعش حاسين الكلام رمزية براحة براحة. تسب داعش، تسب الحركة الإسلامية، تسب القاعدة، تسب دكتور الجزوري، تسب تيار أم الواحدة، ده برنامج براه، ده ما مشكلة ده. لكن ان تقول ان الذين يقيمون الصلاه دي تزعل انتوا ديل. لا السؤال معلش، المشكله وين؟ المشكله شنو؟ المشكله وين ان هي تقول الذين يقيمون الصلاه؟ ما كلنا مسلمين وبنقيم الصلاه، المشكله وين؟ هي ما قالت كذا بس. ما قالت شنو؟ لا يستطيعون اقامه الدوله. ما يقيموا عادي، طبيعي طبيعي. قالت ان الذين يقيمون الصلاه لا يستطيعون اقامه دوله عصريه ولا حجريه. بمعنى شنو؟ من الرسول عليه الصلاه والسلام. ده هي ما قصدت كده، قصدت كده هنا في ترميم. هي قصدت الحركه الاسلاميه في الحكم. ما هي قصدت. انت بتسخر يا عيني يا استاذ لبنى، استاذ لبنى ولا انت بس عايز استاذ لبنى؟ تفسير واضح هنا. الله تبارك وتعالى في القران قال شنو؟ بس اديكي مثال احكي لك ذات الايه دي نزلت في شنو؟ في ناس منافقين قاموا لقوا الصحابه، كان في اشهر 70 نفر بيسموهم القراء، 70 دول حافظين القران. فكانوا الصحابه في معركه، فقاموا القراء دول نزلوا ياكلوا. يعني القراء ومعهم ناس ثانيين قاعدوا ياكلوا. قاموا المنافقين عاينوا القراء دول قاعد ياكلوا كده، قالوا ما راينا. شوف الكلام ده يعني لازم بسيط، ده كلام بسيط شديد خلاص مع الكلام ده. قال ما وجدنا اشبع للبطون واجبن عند اللقاء من قرائنا هؤلاء. هم من استهزأوا بشنو؟ استهزأوا بشنو؟ يا ميلاز استهزأوا بشنو؟ ما تجاوبي انت، انت على ما انا ما بعرف. لا لا انت جاوبي، انا وريني. استهزأوا بالقراء، مش في الظاهر استهزأوا بشنو؟ بالقراء بس. قام الله ما عداهم استهزأوا بالقراء، عداهم استهزأوا بالمقر وهو القرآن. قال قل أبي، قال الله قال كده، قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. دكتور عزيز في انت عليا انت علي يعني دي الناس اللي تكلموا اللي قالوا القراء الاكالين بس قالوا كده. دكتور جزولي قالوا القراء الاكالين وجبانين. عارف ان انت يعني معلش يا دكتور، لكن الى الان لم تبرر تكفير الصحفيه، يعني 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 ما تعنيه وما ترمز اليه وما بين السطور انتم لم تقرؤونه. انا ما يهمني نيتي شنو الاعمال بالنيه. عارف يا استاذ ساره قلت لها شنو؟ نفس كلامي ده، قلت لهم يا اخواننا احنا ما عندنا مشكله شخصيه. التكتب هي بكره تكتب مقاله تقول يا اخواننا المتطرف الارهابي الداعشي المجرم
اي حاجه دكتور حداد جزولي فهمني غلط، وانا ما قاصد المصلين يعني المصلين قاصد الحركه الاسلاميه زي ما قالت استاذ لبنى او قاصد اي زي الثاني، كنا نقول خلاص ما في مشكله. الفرق شنو ما بين المصلين والحركه الاسلاميه؟ كتبت لها اعلان رسمي، كتبت بوستي في الفيس، قلت اذا هي صحيح قاصده الحركه الاسلاميه كده تكتب تقول انا قاصده الحركه. طيب الفرق شنو ما بين الاثنين؟ حركه اسلاميه كافره يعني ولا شنو؟ ما فهمتيني. ما قصدي يعني لو استهزأت لو استهزأت بجماعه من الجماعات وكده، دي ما اجتهاد الجماعه، دي ما الدين. في فرق بين اجتهاد جماعه وبين الاسلام. دكتور محمد لا الجماعه دي مش هي طارحه نفسها. لا لا ما يلزم، ما يلزم كونها طارحه. انت حسب ممكن تنتقد انصار السنه اللي انتقدت الاسلام؟ اه يعني تنتقد انصار السنه المسلمين كلهم ما فهمها يعني. تنتقد المسلمين لما تنتقد المسلمين انتقدت الاسلام المسلمين. لكن لما تنتقد انصار السنه تنتقد البلاغ. هل بقيه المقال فسرت فيه ما تعنيه في البدايه؟ ما يهمني بقيه المقال استاذ سارة. انا قلت لك انت مش قلتي كلام سارة ده ممتاز جدا. انت يا استاذه انت قاصده النيه اللي قاصدها سارة دي، وقاصده الكلام اللي قالته سارة ده، ما قاصده الكلام ذاك يا اخي. بس اكتبي انت كل يوم قاعد تكتبي، كل يوم عندك عمود امشي اكتب في العمود ده، اكتب في العمود ده قول يا اخواننا انا ما كنت قاصده كده، قاصده كده بس. وانتهت المعركه.